السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم قناة سوبر وان التعليمية. اليوم لدينا اختبار الفصل الأول في مادة اللغة الفرنسية للسنة الرابعة ابتدائي. خليكم هذا النموذج جاهز للتحميل في صندوق الوصف. إذا نقرأ النص ثم نجيب على الأسئلة. Je m'appelle Salim. J'habite le quartier d'Idouche Mourad. C'est un quartier grand et propre. Notre maison est peinte en jaune avec un grand jardin en face de la mosquée, près du stade. Il y a aussi une école, une boulangerie, des magasins et des restaurants. Nuit, je m'appelle Salim. Ismi Salim. J'habite أسكن لو كارتيي ديدوش مراد في حي أو شارع ديدوش مراد. سي أن كارتي غروند. هذا الحي كبير إي بروبر ونظيف. نوتخ ميزون منزلنا إي بانت ملون أو مصبوغ أون جون بالأصفر. أفيك أن غروند جاردان مع حديقة كبيرة. En face de la mosquée. معناه مقابل en face مقابل المسجد. Près du stade. قريب من الملعب. أو بقرب الملعب. Il y a aussi ويوجد أيضا une école معناه مدرسة. Une boulangerie معناها مخبزة. Des magasins. نشوفوها بالآس وهنا بالآس معناها متاجر. Et دي ريستورون هي بالاس ايضا معناها مطاعم عدة مطاعم. الان في لي كيستيون نيمرو 1 اونتور لا بون ريبونس معناه اونتور لا بون ريبونس نختار الاجابه الصحيحه ونضع عليها دائره. سليم ابيت لو كارتيي احمد زبانه ديدوش مراد. نلقاو هنا في النص جابيت لو كارتيي ديدوش مراد. اذا ديدوش مراد هي الاجابه الصحيحه. نديرو دائره على الرقم تاع الاجابه ولا نديرو دائره على الاجابه كامله. في كيستيون نيميرو 2 ريبون بار فري او فو. فري معناها صحيح او فو معناها خاطئ. فو تكمل بالاكس معناها خاطئ هكذا باش يشفع عليها التلميذ. اذا فو فيها إكس خاطئ وفري معناها صحيح. سليم أبيت دون زان بوتيت كارتي. في النص عندنا جابيت سي أن كارتي غروند معناه كبير. وهنا قالنا سليم أبيت دون زان بوتيت كارتي. إذن هنا فو خاطئة. اف أ X. Sa maison est peinte en jaune. Peinte en jaune. جيد هنا. Vrai. صحيح. Question numéro 3. Remplace le nom souligné. معناه نغير هذا الاسم الذي يوجد تحته سطر. Par un pronom, pronom personnel et le dhamair. Salim habite dans un quartier propre. Salim يسكن في حي نظيف. Salim نحولوه لبرونوم. Salim اذا رانا نهضروا عليه معناه هو. نقولوا il. اذا عندنا il. اذا عندنا je اللي هي انا tu اللي هي انت ولا انت il اللي هو هو ولا elle هي عندنا nous معناها نحن vous انتم il avec s معناه هم و elle avec s معناه هن. في question numéro 4 قال mais féminin معناها نحولوا هذا الكلمات للفيمينا. فالتحويل الفيمينا تحويل سهل جدا. قلنا كل الكلمات
نزيدوا لهم الأ. هذا بالنسبة للسنة الرابعة ابتدائي، كل الكلمات نزيدوا لهم الأ إلا اللي تكمل بتوغ. تور تبدا تريس، ولا اللي تكمل بأوغ تبدا اوز، واللي تكمل ب اي او ار تبدا اي او ار او. نزيدو لها الاو، نزيدو الشرطه هذه. اذا عندنا كل الكلمات نزيدو لهم الاو الا تور تبدا تريس، اور تبدا اوز، اي او ار تبدا اي او ار او. نزيدو لها الشرطه هذه، مفهوم؟ اذا هادو نحفظهم سهله باش نضمنوا العلامه. اذا عندنا لو ديريكتور معناه المدير، لو تبدا لا دائما، لو تبدا لا، و ال ابوستروف تبقى ال ابوستروف، والان تبدا اون. اذا هنا نعاودوا الاسم، راه تور يكمل بتور، قلنا تور رجعوها تريس، والاسم يبقى كما راه ديريكتور ديريكتي في تي رجعوها تريس. اذا لو ديريكتور لا ديريكتريس. ان جاردينيي، ان جاردينيي تبدا، قلنا الان تبدا اون. اي او ار قلنا تبدا اي او ار او، ونزيدو الشرط هذيك اون جار دي ان اي او ار او تبدا اون جاردينيير، ان جاردينيي اون جاردينيير. الان مع نيميرو 5، كلاس لي نو سويفون، معناها ضع الاسماء الاتيه دون لو طابلو، معناها نديروهم في الجدول. عندنا لينا، ليفغ، ادرار، اون كوزين، اون كوزين. عندنا نو بروبر نون كومان، قلنا نو بروبر هي فيها اسماء العلم، معناها لينا، ماسينيسا، احمد، اسماء الاشخاص هي اسماء العلم، معناها نو بروبر. وليكن اسماء بلدان، وليكن اسماء شوارع، ودائما الحرف الاول من الاسم يكون ماجيسكول، يكون كبير، مثل لينا. لينا هي نو بروبر. اذا عندنا لينا. ليفغ الحرف الاول راهو صغير، راهو مينوسكول، وليفغ كاين الكتب بزاف ماهوش محدد، اذا ليفغ هو نو كومان ليفغ. عندنا ادرار، ادرار هي ولايه، والحرف الاول له ماجيسكول، اذا هي نو بروبر ادرار. اون كوزين، اذا الحرف الاول راهو مينوسكول او صغير، اذا هي نو كوم اون كوزين. الان نيميرو 6، قال كومبليت لا كونجيغيزون par avant, en ou et. J'ai une belle maison. J'ai. On a tasrif hada ta le verbe avoir. Ma je goulou et. J'ai une belle maison. Ana indana ou indi beytun jamil. Ana nan goulou ils ont une belle maison. Nous, j'en goulou ma nous. Nous avons. Nous avons une belle maison. Fum. Et dans le tasrif تاع le verbe avoir ou le verbe être, لازم نحفظوهم مليح. الان عندنا la production écrite. Complète par dans, pas loin de, en face de, à côté de. Et dans عندنا la maison de Lina et l'école, l'hôpital, la pharmacie, la rue Fleur. إذن هنا عندنا l'hôpital، وعندنا la pharmacie، وعندنا la maison de Lina. الجهة المقابلة عندنا l'école. قال la maison de Lina l'école. راه مقابله، إذن en face et
en face de l'école. En face de l'école. Donc, on a l'hôpital, la maison de Lina, l'hôpital. Nous disons, pas loin, laissez bibaïd, pas loin. Pas loin de l'hôpital. La pharmacie à côté de la pharmacie. La rue des fleurs dans la rue des fleurs. Bon. إذن إلى هنا خلص معنا الفيديو تاعنا اللي نهى اليوم. أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.